أهلا وسهلا مشاهدينا، تحية حب واحترام وتقدير أيضا لكل مراسلي شبكة الشروق في كل مكان في السودان، وبالتحديد تحية لزميلنا صديق السيد البشير مولات النيل الأبيض اللي بنقول الأجواء الصباحية الجميلة دي ومدى الإسهام أيضا في عملية البناء وأيضا التعمير. نمشي لجانب آخر، صباحات النيل دائما فيها نوع كذا من الفرح والبهجة. حنبدأ بهجتنا الصباحية مع تجارب هي فنية طبعا، والألوان النسائية هي دائما عندها بصمتها في الساحة الفنية. يعني محمد، وطبعا النساء يا حمزة في الفترة اللي فاتت دي هم كان لهم دور كبير جدا في التغيير، وكانوا بيسموهم الكنداكات، ولا زال هذا الاسم موجود الكنداكات. نحن نسعد ونشرف ونتشرف بأن تكون معنا واحدة من نساء بلادي أو شابات بلادي. هي طبعا موطنها الأصلي ولاية شرق دارفور مدينة الضعين، لكن تواجدها في الخرطوم نسبة لانتقال الأسرة ونسبة لممارسة العمل الفني. هي طبعا نسميها مريم الأخرى كما قال أستاذنا مصطفى سيد أحمد. مرحبا بك يا مريم وصباح الخير. جدا وفي اطلالتكم الجميله يديكم الصحه والعافيه. اهلا وسهلا مريم الحاج محمود. طيب نحن ذكرنا شرق دارفور بالتحديد الضعين. الضعين وتاثير عليك انت مريم، تاثير عليك الشخصي طبعا، نقول الانسان من بيئته دائما، لكن تاثير على شخصك انت وتاثير على لونيه غنائك. يعني الضعين ولدي بلدي، انا اتولدت فيها وترعرعت فيها وبحبها جدا، بس انا جيت بلونيه خاصه بتاعتنا نحن في الضعين، لانه تراثنا ما موثق، ما كان عندنا زول بغني اصلا في الضعين، ما في. فانا جيت بتراثنا على اساس انه يتوثق ويتعامل بطريقه جميله ويتغنى بطريقه ليه حلوة. في رايك يعني ما لقى حظه من الانتشار، ولا اصلا في نوع كذا من السكوت، يعني ما حابين انه أيوة بناتهم يغنوا او اولادهم او كذا؟ صعبه جدا في تعاملها، في حاجات عندنا المراه ما متاح لها انها ممكن تعمل اي حاجه بعد صعوبه او بعد تعب. يعني في الضعين الضعين في مناطق الضعين والمحليات. فبس انا شقيت الطريق يعني طبعا كسرت الحاجز. في حاجه مهمه ما بين مريم ونون، احنا نعرف انك اسمك مريم ونون، دليل نعرف نون دي شنو؟ طيب نون دي اسم الشهره؟ لا، عشان تمرقي بيه من الضعين والله. لا نون ده عندي اسمين، ما قلت في مريم وفي نون. مريم بيعرفوه في الشهادات، دفعتي درسوا معي ممكن يعرفوا مريم، بس كل الناس بيعرفوني انا بنون الالقاب. طيب نبدا صباحا كذا، صباحنا الزاهي الجميل ده، نرسل بيه تحايانا لاهلنا في شرق دارفور بالتحديد الضعين. نعم. نرسل لهم رساله محبه انه نون او مريم هي قادره على نقل الاغنيات اغنيات شرق دارفور او اغنياتنا نحن في الغرب بالصوره المطلوبه. نبتهج الصباح ده، محافظه لسه على التراث. تفضلي. نسمع اغنيه يا قماري، كلمات الشاعر بابكر والحان سليمان عطيه.
يا سلام يا إبداع أخي. والله حاجة رائعة جدا. طبعا الأغنية دي أغنية تراثية طبعا بالتأكيد. وممكن تقولي شاعرة من الكتبة؟ شاعرة اسمه أبو بكر أحمد. وقاعد في الخرطوم ولا في دارفور؟ قاعد في الخرطوم بس هو في من دارفور يعني. طيب أنا عندي سؤال تاني. أول حاجة نحن نحييك على الأغنية وعلى اختيارك للحياة الصباحية اللي بتحكي عن التراث أهلنا في دارفور الحبيبة وكل البلد دارفور. لكن دار أشوف شرق دارفور ودوره في تكوين شخصيتك أنت كفنانة ولحد ما أنت وصلت الآن مرحلة متقدمة زي دي. تفضلي. شرق دارفور دوره في كل شخصيتي في كل حاجاتي. أنا لو لا دارفور ما كنت أصلاً جيت وما كنت قريت الجامعة وما كنت عملت. لكن أنا بالرغم من تواجدي في الخرطوم إنه أنا بسافر دارفور كتير جداً وبحضر الاحتفالات والحاجات دي كلها في دارفور. فعلاقتي بدارفور جميلة جداً في ثقافاتها في تراثها في حاجاتها كلها أنا ملمة بها تماماً يعني ما بعيد منها. طيب يا مريم بنشوف فنانين معينين عندهم لونية خاصة بتميزوا بها عن غيرهم من الفنانين التانيين وحتى اختيار الشعراء اللي هم بيعرفوا تراث المنطقة. سليمان عطية كنا مستضيفينه قبل فترة في صباح الشروق وبيعتبر يعني شاعر الشباب يعني وداعم كبير جدا للشباب. اتكلم برضو عن تعاونك مع الشعراء اللي هم بيفصلوا الكلمة واللحن والأداء للشخص بالصورة المطلوبة ممكن تناسب خامة صوته وتناسب كمان أداءه. فاختيارك كيف للشعر اللي هم بيقدموا اللونية زي دي اللي بتلقى القبول والرضا من الناس يعني؟ فأنا تعاملي مع سليمان عطية من أول ما بديت يعني هو الأول زول أنا تعاملت معه. أصلا هو سليمان عطية بلدياتنا يعني من الضعين فبيعرف التراث وبيعرف ألوان التراث وبيعرف إنه ممكن الحاجة اللي بتجي معك شنو أول حاجة اللي أنت ممكن تغنيها شنو أو تراثك القريب لك شنو. الحاجة اللي انت بتسمعها شاطر في الحاجات دي ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. نحن كلنا يمكن يا نون انا واخوي حمزه ده عندنا بدايات في مجال الاعلام. كل زول عنده جهه ومنفذ لقاه عشان يبدا به. فينا البدا بانه في المدارس بدا بالمسارح الجانبيه في البدا بالدورات المدرسيه وده الموضوع المهم. انا كنت بدا بالدوره المدرسيه اللي كانت في جنوب السودان قبل الانفصال 2010 اللي كانت تحت شعار سوا سوا وكانت في واو. لكن طبعا دي شكلت موهبتنا وخلتنا نمشي في المجال. اما الحاجه اللي انت بديتي بها اللي هي الدوره المدرسيه لان شفت تاثيرها على شخصيه نون او على شخصيه مريم الاخرى. لا انا ما شاركت في الدوره المدرسيه اصلا ولا عموما الدورات المدرسيه بتكون في المدارس يعني ما شرط الدوره المدرسيه القوميه يعني. انا اصلا ما كنت الدورات في دورات مدرسيه ولائيه وفي دورات مدرسيه قوميه بس انا ما كنت بغني كنت بقدم برامج لانه اصلا انا بدرس اعلام. انا طالبه اعلام كنت متاثره بالاعلام تماما لحد ما جيت الجامعه وفي الفتره جزء من الفن طبعا وفي الفتره بتاعت الجامعه برضو كنت بقدم برامج يعني ما كنت متفرغه على اساس انه ممكن اغني. انت هسه برضو بتقدم برامج ده كوكتيل جميل كده يعني تغني وتقدمي وشويه كده حتسحب مننا البساط يعني تيجي تقعد ان شاء الله يعني. طيب نغني تاني يعني جدا نغني قمت الجهل الشاعر عبد العظيم اكول والحان عماد يوسف. تفضل. هل أمك عليك رضية أسعدك الإله يلقون فيك مشوية من قوم تجهل أمك عليك رضية أسعدك الإله يلقون فيك مشوية تسلم من سغمة تشكي أي بلية يا زين الرجال انت بتعادي المية قوم تجهل معروفة في الحوبات هي الفارس الأشم لك الغبائل جاد سيرتك زي أبوك دايما عيونه ملانة يا سام ضعيف انت بتسد الخانة سيرتك زي أبوك دايما عيونه ملانة يا
ابتسام الضعيف انت ابتسمت الخانة. يا بحر الدمير الخير وكم عمانا, بحر الدمير الخير وكم عمانا, يعني من الفروع قوة ومعها متانا. فرحانة بك يا الفارس من تلاق عقوب انت الهمم والداريس. امدر والعباد فرحانة بك يا الفارس من تلاق عقوب انت الهمم والداريس. ما انت سند لاخواتك انت الحارس, ما انت سند لاخواتك انت الحارس, معروف من جعل اعظم صفاتك وارث. قمت الجهل المعروفه في الحبوبات يا الفارس العشم لك القبائل جاء. من قمت الجهل المعروفه في الحبوبات, من قمت الجهل المعروفه في الحبوبات يا الفارس العشم لك القبائل جاد. من قمت الجهل المعروفة في الحبوبات يا الفارس العشم لك القبائل جاد. من قمت الجهل المعروفة في الحبوبات, من قمت الجهل المعروفة في الحبوبات يا الفارس العشم لك القبائل جاد. يا الفارس العشم, يا الفارس العشم, الفارس الأشم هي الولد الأشم, هي الفارس الأشم, هي الفارس الأشم, هي الولد الأشم, هي الفارس الأشم, هي الفارس الأشم. يا سلام, شكرا. كلام جميل يا مريم. طيب تمام, احنا الان في فتره صعبه جدا بندعو فيها للوحده, انه نتوحد ما نفترق. احنا بنشوف المشاكل اللي يتم تاجيجها سواء كان في الشرق او الغرب. يعني لو تكلمنا عن مريم الان, ان احنا بنقول اغنياتنا اللي هي الان التراثيه هي نوع من السلام المجتمع ممكن ينتشر, لانه اي مجتمع بثقافته وعاداته ممكن يوصل رساله محبه وسلام لكل يعني مناطق السودان. فدورك انت برضو في توصيل عمليه السلام المجتمع من خلال الفنون والثقافات دي. يعني والله ما عندي مانع لو لقيت اغنيه صريفه من شاعر حلو بتوصل رساله لناس او بتصلح ما بين الناس, ما عندي مانع. يعني اتكلم حتى مشاركاتك في الولايات, يعني مشاركاتك الغنائيه اللي بيتم. احنا شفنا احنا في 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 ثورتنا المجيده شفنا الشرق والغرب والجنوب والشمال كلهم في مكان واحد متوحدين. اي واحد بيجي بلونيته بتراثه ونحن بنعاين وبنشوف, وبعد ذاك الحاجه بتكون محفوره في ذاكرتنا. فهل انت عندك برضه يعني مشاركات في منصات ثانيه في ولايه السودان, ولا لسه بس في المركز هنا الخطوه؟ والله لسه, لانه بديت هنا قريب انا. لا هي ان شاء الله بدايه, هي بدايه طبعا بالرغم انها هي جديده, لكن بدايه ان شاء الله احنا نشهد لها انها تكون بدايه موفقه وبدايه انطلاق الى العالميه. احنا ما عايزين في السودان بس, نحن الان كنا في عزله سياسيه والان اصبحنا يعني معروفون في المجتمع المختلف. طيب انت زي ما عارفه انه الاعلام بحر مالي واي مرسى أكيد. ومجال واسع وكبير جدا. دراستك للاعلام ممكن تستفيدي منها كيف في تطوير عملك الفني؟ انا ساعات جيت على اساس انه اقرا اعلام, ما كنت مفكر اصلا انا ممكن اغني. خلاص كنت عندي شغف بالاعلام, يعني لازم ابقى اعلاميه وكذا وشاطره وناجحه. بالمناسبه بقدم برامج بطريقه جميله جدا. يا ريت. ذكرك في منافس تنافس. طيب درستي اعلام وين؟ درست اعلام في كليه اسمها الوسيله للعلوم والتكنولوجيا تخصصي 2. ايوه خرجتي؟ ايوه خلصتها السنه المضت. في الكليه كنت بتقدمي برامج ولا بتعمل هنا بتغني؟ كنت بقدم برامج وكنت بمشي نشاطات برا الكليه, ممكن عندنا برامج مع كليه اخرى. بمشي طوالي اقدم برامج كتير جدا. يعني كنت ماسكه المسرح كذا؟ طبعا يعني كنت ماسكه المسرح, غناء وتقديم وتفاصيل اخرى ابداعيه. طيب الان ممكن برضو نسمع المشاهدين اللي بتابعونا الان عبر صباح الشروق من ضمن اعمالك الخاصه برضو. أغنية ما بيعمل كده, كلمات وألحان سليمان عطية, شاعر سليمان عطية. نسمع. ما بيعمل كده
جدا. طيب أغنية جميلة طبعا. من خلال الأغنية دي في سؤال عايز أسألك ليه. أول حاجة في حاجة اسمها غناء هابط؟ لا. طيب رأيك شنو فيه إذا كان هو رأيك شنو في غناء هابط والكلام اللي بيقدم إنه يقول لك ده فن غناء هابط في حين إنه هو الفن هو رسالة سامية، رسالة عظيمة بتدعو للخير والمحبة كل رسالة الفن. وفي جزء من الناس بيقول لك إنه ده غناء هابط ما عنده كلمات. انا ما اعرف حللت كلامه ده من خلال انه الاغنيه كلماتها ما مفهومه ما واضحه ما بتادي للرساله، عشان كده سموه غناء هابط. تفقي معي ولا تختلفي؟ انا والله بالنسبه لي الغناء اي لون من الوان الغناء عنده ناسه اللي بيسمعوه. ايوه، وفي حاجات بتوصلها يعني انا ما بكون عارفه، لكن في غناء ممكن اقول لك في غناء ركيك لكن هنا هابط. طيب نتكلم ذاته على حسب اختيار الفنان للشعر. أيوة. اللي هو بيقدم له الكلمات. نتكلم عن الثالوث، المثلث المتكامل اللي هو الكلمه والاداء واللحن، يعني ده ممكن يشكل عمق الاغنيه وطريقه توصيلها بالنسبه للناس. فانت يعني دور الثلاثي ده، يعني لو اختل واحد البقيه اكيد ما حتكون بالصوره المطلوبه. فتركيزك انت، هل انت بتبحث عن الشعراء اللي هم في لونيه؟ احنا سمعنا لونيات مختلفه في الغناء، يعني ما مركزه فقط على التفاصيل التراثيه، تراث اللوكة. هل الاغنيات دي كلها جاتك البحث عن شعراء، ولا هم سمعوا نون او مريم بتغني بالالوان دي وهم طوال باشروا انه يتواصلوا معك؟ اوكي، انا اصلا جيت بتراث اغني تراث، لمن لقيت انه في كلمات او في نصوص جميله فمعلو قلت أغني أشوف الحاصل شنو احتمال تمشي، فحاولت أجرب بس طلع حلو. تمام، حبيت التجربة. أوكي. يمكن حمزة أشار أو أثار لنقطة مهمة جدا بتاعت إنه الثلاثة لازم يكونوا متفقين، اللي هو الشاعر والفنان. أنا بس حاجة بسيطة داير أقول له سمحتوا لي، يعني زمان طبعا فن زمان هو طبعا مختلف تماما. زمان استاذنا عبد الكريم الكابل في اغنيه اسمها سعاد كلمات عمر الدوش، والاغنيه دي لما ادوها الشاعر الدالي الكابل عشان اغنيها اخذ فتره من الزمن، بعدك عدل فيها تعديل كثير. الجماعه جو قالوا له يا كابل كيف تعدل في كلمات الاغنيه؟
قام قال لهم التركي ولا المتورك، يعني سيد الحك هو راضي انتوا اللي خلاكم تتكلموا شنو في الموضوع. فدي واحد من الحاجات اللي اقول انت لما تكوني ك يعني ك كفنانه تجيب كلمات اغنيه ممكن من حقك تعدلي فيها التعديل بطريقه مناسب يتماشى مع المجتمع، صحيح؟ بالمناسبه في نصوص بتعدل فيها كثير جدا. انت بتجيب النص بلحن بتغير اللحن وبتغير في حاجات كثيره جدا بتتغير، فالحاجات دي عاديه بتحصل. طيب يعني احنا والله بنتمنى لكي يعني مشوار زاهي ان شاء الله في دنيا الغناء باذن الله تعالى. حنشكرك ونختم معاك باخر الاغنيه ممكن تقدمها لكل مشاهدينا. كلام الناس، اغنيه كلام الناس. الناس كلامه كثير طبعا. كلمات والحان سلام العطيه برضه. سلام العطيه مسيطر اليوم في جو الصباح. جو الصباح له التحيه. تفضل. والله انا بحييك من هنا. كلام الناس مؤثر فيك، بقيت محتار عشان ارضيك، حنانك ده يا الله يخليك. الناس مؤثر فيك، بقيت محتار عشان ارضيك، حنانك ده يا الله يخليك. سوي شنو اقول لامنو، ما دام مشكلتي منك وليك، حنانك ليه. سوي شنو اقول لامنو، ما دام مشكلتي الله يخليك. شكرا يا مريم، كتر خيرك، مواصل معاكم.